دون هدف أو قيمة تمر العطلة الصيفية على بعض الأطفال بسبب عدم توجيه أسرهم لهم بالشكل الصحيح، فلا استثمار للوقت الفائض لتنمية مهاراتهم وطاقاتهم، مما يضعهم في أوقات فراغ كثيرة. أكثر العوائل العراقية فكرة أنه تنمي مواهب الأطفال هاي ما موجودة. الأسهل طريق للطفل استغلاله هو عن طريق الموبايل، يطون الموبايل ينشغل عنه، انعدام التواصل بين الأب أو الأم من الطفل فيما يخص في المشاركة في الدورات التثقيفية، الملاعب الرياضية، تنمية مواهبهم. أطفالنا اليوم مثل ما نشوف شرائح عديدة منهم ما عندهم ثقافة المطالعة، يعني هسه الآن الأطفال مدمنين برامج، يعني برامج حوارية عادية بالإنترنت، لكن ما عندهم ثقافة الحوار ولا عندهم ثقافة المطالعة الخارجية. فجدا جدا ضروري على الأهل أنه يشجعون أطفالهم على القراءة. البعض يرى أن المستقبل للغة والبرمجيات والحاسوب، وأن أفضل وقت يقضيه الأطفال خلال العطلة الصيفية هو في دورات التقوية. هسه حاليا حسب الوضع اللي نشوفه، أفضل شيء للحياة المستقبلية هو التوجه إلى الأجهزة الإلكترونية من حيث الحاسبات اللي حتعلمهم اللغة. هنا هي راح تكون البداية الحقيقية لتعلم الأطفال للعلم من حيث الدراسة. أنا بالنسبة لي ابني دخلت دورة مال إنجليزي لمدة شهرين، يستفاد من عدها ويطور من مهارته. وبنتي بدأت تحضر للمرحلة الجاية بكالوريا، فبدأت تحضر لها. أفضل شيء يعني يا ما يدورهم من دورة سباحة يا ما دورة تعليمية ويستفادون من الأشياء اللي متاحة. شو رأيك بالنسبة للأطفال مثلا لأهاليتهم تجي العطلة أنه مجرد نوم وموبايل وكذا، شو تقول؟ ما راح يستفادون من الوقت وراح يتراكم عليهم أصلا أكثر بعد على السنين القادمة، فالأفضل أنه يعني يستغلوا بشيء مفيد أفضل. وبحسب متخصصين فإن لكل طفل موهبة، على الأهل ملاحظتها وتطويرها خلال العطلة الصيفية لتنشئة جيل فاعل في المستقبل. لبرنامج صباح الخير يا عراق، مناف الموسوي، بغداد.